ان انا كل ما الكره تتحرك انا ليا كمان ايه تحرك. تحرك. فبالتالي انا ابقى دايما قريب، دايما قريب من الحدث. وقت ما الكره دي تتشتت تقوم يعني بالبلدي كده يقول لك ده الراجل اداها ايه ده، يعني باللفظ يقول لك اداها شلوت شلوت. اه فتبص تلاقي الكره راحت فين؟ بقت في نص ملعبي، ممكن تبقى جوه ال 18 عندي. طب لو انا بتفرج زي الناس اللي قاعده على الدكه او اللي قاعدين في المدرج، يبقى انا هتفاجئ. ما ينفعش انا اتفاجئ ان انا مثلا الكره ناحيه اليمين وانا واقف ناحيه الشمال مثلا، او واقف تحت، او واقف تحت قوي، يبقى انا كده بتفاجئ. انا لو اتفاجئ، لو انا اتفاجئت بالكوره يبقى انا ما كنتش مركز. اوكي، ما ينفعش تتفاجئ ابدا بالكوره طول ما انا بتحرك. يبقى انا كده عايش الماتش، وفي الاتصال دايما موجود بيني وبين الكوره. هي دايما في اتصال، ده واحد. اتنين، دايما يبقى انا عندي دايما بوجه. بوجه زمايلي، بوجه زمايلي دايما القريبين مني شويه، يعني انا ايه مش عايز لان طبعا ايه وتوجيه ده مبقاش كتير قوي يا كابتن اسلام برضو ايه، يعني انا بوجه في وقت معين، بوجه والكلمه اللي بقولها دي بتبقى انا بعنيها. بعني الكلمه اللي بقولها. ليه؟ لان الكلمه دي ممكن اقول كلمه تفرق معايا مثلا في تحرك، تفرق معايا في ان انا ممكن اشيل كوره خطر جدا، ممكن اشيل انفراد. اوكي، ممكن بتحرك ياردتين ناحيه اليمين بقفل الزاويه على الراجل اللي بيشوط. بلاش تعمل فاول. ممكن اعمل فاول في مكان خطر جدا، فاول ده يجي جون. كل دي امور انا بتكلم فيها دايما مع خط الظهر ومع دايما الديفندرين اللي قدامي اللي هم بيبقوا قريبين مني. ده طبعا ايه بقى اشجع بقى كمان، ودايما ابقى ايجابي. يعني دايما انا بوجه. وممكن يحصل اكيد طول المباراه يبقى في بعض السلبيات من الناس اللي موجوده، ممكن كره تقطع، ممكن كره عايز يلعبها باص معين. هنا بقى ازاي بالظبط ازاي انا بقى وانا كمان بوجه اشجع الناس ابقى ايجابي دايما في في في, في توجيهاتي. دايما ابقى ايجابي. ليه؟ لان حتى انا حتى لو في حد اخطا. طبعا. طبعا. لان انا ما ينفعش انا يعني العتاب هنا بيبقى ممكن ياخد منك شويه. أوكي. وياخد من الراجل اللي انت بتعاتبه ده. فلو انت يعني بيحصل اكشن ولا حاجه، بيحصل اكشن فده، وانا ما شفتوش الكلام ده للامانه. يعني الشناوي فعلا يعني ما شاء الله الحاجات دي بيعملها كويس قوي، يقدر يسيطر. انا كويس. انا اخر مباراه احنا كنا بنلعبها الاهلي مع المقاصه، انت عارف انا ما فيش جمهور، سامع كل حاجه، سامع كل حاجه. الشوط الثاني احنا كان الشناوي هو الاقرب لينا، فدايما الشناوي انا سامع كل حاجه، سامع يعني اعمل كذا، اتحرك، اضغط. هو على طول هو وايمن اشرف دايما، هو ايمن وبدري وكل الناس الامانه، كل الناس بيواجه، حتى الناس بتوع نص الملعب، حتى الناس اللي قدام لما بيبقى فيه بيضيع فرصه يعني غصب عنه بتضيع او كده. فدايما في توجيه، والتوجيه دايما ايجابي، ودي نقطه مهمه جدا جدا يعني. طيب هرجع للنقطه دي تاني، بس حضرتك بتفتح لي دايما مواضيع الشناوي واخطا في مباراه بيراميدز. هل من الممكن ان هو يكون لسه بيفكر في هذا الخطا ولا لا؟ بص يا كابتن، الشناوي ما شاء الله يعني وصل شخصيه قويه. ايوه، وشخصيه قويه دي ما ينفعش انا افضل عايش على الخطا، لان انا لو عشت يعني فكرت في الخطا كتير هياخد مني، وهياخد مني في المباراه اللي بعديها والمباراه اللي بعديها. لا، انت عشت مع الشناوي كتير يا كابتن، حوالي بيفكر في النقطه دي ازاي او عمل الشناوي ايه؟ الشناوي دايما يعني ايه طبعا بيستفيد من الخطا. انا كلمته على فكره بعد المباراه ديت، كلمته بالليل او تاني يوم على طول. فانا يعني عايز افهم يعني، فبقول له، قال لي انا لما الكره رجعت له من رامي، كان المسافه على فكره كانت المسافه بينه وبين المهاجم كانت مسافه كبيره. يعني عشان كده اول ما الكره رجعت له، هو كان اول حاجه كان بيفكر على طول يحطها ببطن رجله في يعني يحطها عاليه في نص الملعب. اوكي، فهو بيحطها ببطن رجله في نص الملعب. بدري بانون طبعا كان مواجه للشناوي، راح شاور له قال له العب لمين؟ لحسين الشحات. ده بدري. بدري قال له. أوكي. يعني شاور له كده، حتى لو شفنا الكره دي هتبص تلاقي بدري بانون بيشاور له بايدين العب لناحيه اليمين لحسين الشحات. أوكي. في اللحظه اللي كان الشناوي هيبدا يعمل ايه؟ يحط واحده في نص الملعب، لان خد بالك وده الاوقع، ده الحل الامثل. أيوه. ان انا ايه عشان ايه، لان انا لما الم الكوره، لان لو انت خدت بالك بعد ما رامي رجع الكوره خدت وقت على ما بدات تروح لرجل الشناوي. صح. كان تراوري عمل ايه؟ كان بدا يفتح السبرنت جامد قوي في اللحظه اللي الشناوي كان عايز يحطها واحده، لما بدل شاور له حد يوقف، فما بصش على، كان لازم عينيه تروح للكوره، ما بصش على الكوره. هي دي برافو، هي دي ما بصش على الكوره، وهو بيحط رجله على الكوره. عشان كده الكوره لو انت خدت بالك التسلم مشيت على صباعه الكبير، ما جاتش يعني، هو طبيعي انه يوقفها ببطن رجله، بطن رجله هو بيوقفها، راحت فين؟ راحت على وش رجليه من قدام، على صوابعه من قدام، فمشيت. فطبعا قام داخل تراوري وحط رجله انما بقول لك وارد الكلام ده، وبعدها على طول الشناوي لعب مباراه واثنين لا طبعا انا بتكلم ان هو هل من الممكن ان هو يكون لسه بيفكر في لا 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 مستحيل. عدى خلاص، عدى بدليل ما هو مش ده اخر خطا ولا اول خطا طبعا. يعني انما برضو الامانه اخطاء الشناوي متباعده قوي، يعني هو ده الحارس الكبير، ان انا يبقى عندي خطا بس. أيوة. كل قد ايه؟ كل كم مباراه؟ كم مباراه في الموسم؟ يعني انت او كم خطا في الموسم؟
حضرتك بتقيم الحارس طبعًا الكبير او الحارس النجم طبعا باخطائه حتى طبعا، لكن بس قد ايه يا كابتن اسلام؟ قد ايه؟ كم يعني انا بلعب موسم بلعب فيه 34 مباراه محليه، تمام، ما بلعبش ال 34، ممكن العب منهم مثلا كحارس اساسي ممكن يفوتني مباراه او اثنين او ثلاثه، بيبقى عندي بقى 30 30 مباراه، زائد ان انا بيبقى عندي يعني لو اتكلمنا على بطوله افريقيا ابطال الدوري بتلعب حوالي 14 مباراه عشان توصل نهائي، مزبوط، بتلعب 14 صح، فادي 14 مباراه كمان زائد 30 بتلعب 44، ولو عندك لو انت حارس دولي بقى كمان بتلعب لك كمان 10 او 15 مباراه، بتبص داخل في 60 مباراه زي لعبت كاس كمان هتلاقي داخل في 60 مباراه، احنا بنحسبها كده الحسبه بتاعتنا كده يعني، فلما تبقى عندك 60 مباراه في الموسم ويبقى عندك خطأين او ثلاثه دي نسبه معقوله جدا جدا جدا. والكلام مهم جدا اللي بيقوله كابتن طارق يا جماعه، الاسلام متكرر، لازم نبقى فاهمين ان ده طبيعي وبيحصل طبعا، وبنشوف حراس مرمى، احنا اتفرجنا على بطوله اوروبا لسه خلصانه واتفرجنا على كوبا امريكا لسه خلصانه، شفنا حراس مرمى ما شاء الله يعني حاجه تفرح، وبرضه عندهم اخطاء طبعا، الاخطاء ما يعني، ورغم ان حراس المرمى في البطوله دي بالذات كانوا مميزين جدا جدا، ومش عايز اقول ان كانوا يعني دونا روما واخد احسن لاعب في البطوله